Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. يا مساء الخير والنور والسرور عليكم مستمعينا، نطلع عليكم عبر حلقة جديدة من برنامج دبل لايك عبر أثير الإذاعتين الشبابية وبحرين FM، متواصلين ومستمرين معكم في هذه الأجواء الحلوة ومحاور جديدة شبابية جميلة دائما نخوضها مع ضيوفنا اللي نورونا داخل استديو بحرين FM. ولكن بداية مساء الخير يونس. مساك الله بالنور والسعادة والرضا والعافية، أهلين وسهلين، والله يحييك على خيره وفضله. أنا اليوم وايد مستانس من الأجواء الجميلة. إن شاء الله دائما صدق يعني الأجواء حلوة. إن شاء الله الرؤى المستقبلية كذي يعني تكون عندنا استديوهات كذي تطلع على الشارع. إن شاء الله الرؤى المستقبلية. أطلع على الشارع ولا شيء outdoor؟ هي تطلع على الشارع في البداية كذي هلون، شوف أجواء الغيم، وعقب إن شاء الله نصير نقلة نوعية عندنا أيضا. نعم. صار استديوهات. إحنا بس outdoor. عشان نخلي يعني المستمع معنا يواكب اللحظة وكل جديد. إحنا يعني من مواكبة التطور إن عندنا سيارة نقل إذاعي، فلما يكون في السيارة تحديدا أثناء التغطيات إذا كان عندنا صحيح. في حلبة البحرين الدولية أو غيرها من مناسبات ننقلها عن طريق السيارة، إحنا نشوف الأجواء من السيارة في كل مرة وايد حلو. ذكرتينا على السيارة. تغطية سباق الفورمولا 1، تغطية معرض الطيران الدولي في البحرين، يعني مجموعة من التغطيات التي حظيت بها إذاعة البحرين من خلال سيارة النقل الإذاعي المتطورة جدا اللي فيها أجهزة صحيح. يعني جدا متطورة، والأمانة يعني هات إشارات على هذه السيارة المتنقلة، وبالأكيد هي ما وجدت إلا أيضا لاستكمال الجهود المبذولة من قبل وزارة شؤون الإعلام وتحديدا من خلال إذاعة البحرين. إذا كل هذه التقنيات الفنية وهذا التطور يأهلنا أن احنا إن شاء الله نسوي كذي، نقدر نقول قوقعة ضد الصوت ونقعد outdoor. ممكن نترقب شيء كذي بعد 5 سنوات إن شاء الله. إذا نحن كالعادة نطرح موضوع الساعة 6 ونكون معكم على مدار ساعة، نستقبل اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وكذلك موجودين على لايف راديو بحرين. في البداية تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، أولى التحية تصلكم من داخل الاستوديو وتحديدا من نيلة الرويعي ويونس العيد، المبدعين من الأعداد نور القاسمي، ياسمي مفيد وهي الأنصاري، ثنائي الإخراج الإذاعي، تقبلوا التحيات من حمد عبد الله بوغيس وفاطمة قمر، ومن الإخراج التلفزيوني يحييكم شريف عطا. يا هلا ومرحبا فيكم، أكيد متواصلين ومستمرين في هذه الحلقة من دبل لايك، ويمكن دردشنا قبل شوي مع ضيوفنا الموجودين عندنا أيوة داخل الاستديو، وفي محاور نقدر نقول تكاد تكون مهمة عند الشباب إذا ما تكلمنا في محور حلقة اليوم وهو الوعي القانوني. نعم. يلفت انتباهنا ويستحوذ على اهتمامنا بعض المواد الخاصة يمكن في مسألة التنمر وكثرتها مؤخرا في الجرائم الإلكترونية. يمكن عندنا نقاط ومحاور أساسية اليوم صحيح. نبي نتكلم فيها مع ضيوفنا فيما يخص الوعي القانوني داخل مملكة البحرين بشكل عام. لذلك مستمعينا الكرام نرحب بالأستاذة عائشة حسن، محامية مقيدة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شريك مؤسس لمكتب قنن للمحاماة والاستشارات القانونية، عضو في جمعية المحامين البحرينية وشريك مؤسس في حملة معا ضد التنمر، مراقب لعملية سير الانتخابات في مملكة البحرين لعام 2014 و2018. المحامية عائشة حسن يا مرحبا وحياك الله. الله يحييك، شرفت ساعة مبروكة ومنورتنا وحياك الله. الله يحييك، سوالفنا اليوم وايد وياك إن شاء الله إن شاء الله مع ضيوفنا أيضا.
يا هلا مرحبا فيك يا عايشة، وكذلك ضيفتنا أمينة الخنة، وأمينة ناشطة في المجال القانوني والحقوقي، ذات شغف وحب للقانون، متحمسة للتعلم واكتساب الخبرة، متفانية بالعمل، وتسعى دائما لتسخير طاقاتها الإعلامية، ويمكن احنا هذا نلحظ عبر حساباتك الموجودة في الميديا، ولكن برؤى قانونية. عملت سابقا في مكتب النائب والمحامي يوسف زينل، فأهلا وسهلا فيك أمينة. أهلا فيكم ويمسيكم بالخير، ومشكورين على هاي المقدمة الجميلة. أهلا وسهلا فيك، حياة الله. أيضا مستمعين الكرام، نرحب بالأستاذ المحامي عبدالله السليمان، محامي وصاحب مكتب المحامي عبدالله السليمان للمحاماة والاستشارات القانونية، باحث دكتوراه قانون في جامعة البحرين، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة البحرين في عام 2017. عمل كصحفي لمدة عام في إحدى الصحف المحلية في مملكة البحرين، متطوع مع إنجاز البحرين لتدريس بعض من برامجها في المدارس الحكومية والخاصة. يا مرحبا وحياك الله. يا هلا فيكم جميعا، ومرحبا فيكم، ومسي عليكم بالخير وعلى جميع المتابعين والمستمعين. يا مرحبا وحياك الله، يا هلا فيكم، منورنا. اليوم سوالفنا معاكم شدي عن الوعي القانوني ودوركم اليوم كشباب بحريني في عملية التثقيف. في البداية بالسؤال المشترك اليوم، يعني شلون ممكن عايشة، نبتدي بعايشة، بدينا فيك اليوم. مثل ما يعرف يمكن القانون متعدد، ولكن اليوم إذا شلون نقدر نبسط القانون ونواصله بطريقة مبسطة إلى الشباب؟ مثل ما تلاحظ في هاي الفترة زادت الفيديوهات في السوشيال ميديا، احنا كمحامين إذن صرنا نطرح المواضيع القانونية، صرنا نبسط المواد القانونية بطريقة توصل للعامة على أساس يفهمونها بشكل أوضح، لأن يعني في الأخير ممكن أنه هو بيقرأ القانون يعني مكتوب ما بيفهمه، فأنا أشرح على بفيديو بسيط، أعطيك مثال، أعطي شيء يبين له المفهوم اللي موجود في الكتابة. نعم جميل. روح بالسؤال الثاني لأمينة، ويمكن خليني أخذها بشكل عام، غير أنك لقيتي لك الخطة عبر حسابك أو حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، وسويتي فقرة تحت عنوان لك وعليك. نقدر نقول أن هذه الفقرة متخصصة بالمجال القانوني بالتعاون مع مستشارين وأشخاص كذلك استشاريين قانونيين مختصين في هذه المجال. شنو اللي حرصتي توصلينه، أو ما الهدف من خلنا نقول شغف أمينة في إيصال الوعي القانوني عبر حسابها في الانستغرام؟ تمام. أنا أول شيء من بديت أو من دشيت كلية الحقوق، بديت أشوف الأمور بنظرة مختلفة. قمت أشوف أن الناس لهم حقوق وأساساً ما يدرون أن لهم حقوق، وناس يدرون أن لهم حق بس مو عارفين شلون يوصلون له. فأنا خذيت على عاتقي هاي المسؤولية، وقلت هاي مسؤولية مجتمعية، أن أنا حتى لو كانت عندي معلومات بسيطة، لكن أحاول كثر ما أقدر أثقف روحي وأبحث وأوصل المعلومات اللي الشارع البحريني يحتاجها. فتشوفيني أسأل مني ومنك، أشوف شنو الأمور اللي تهم المجتمع البحريني اللي يحتاجها يومياً، وأتناولها بطريقة مبسطة على أساس أن الكل يستوعبها ويفهمها. جميل. عبد الله السليمان، اليوم بالنسبة اليوم كشباب إحنا متواجد نجلس مع بعض وناخذ ونعطي مع الشباب بيننا بين بعض، توصل لك أكيد مجموعة من الأسئلة بينك وبين الربع، يعني شنو أكثر هاجس يمثل عند الشباب في 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 المواضيع القانونية؟ أكثر الأسئلة اللي تيك لما تقعد مع ربعك؟ يعني هي يعني أغلب الأسئلة تكون مختلفة، كل واحد يسأل عن واقع أو قضية يعني صادته أو صادت من أحد من اللي حوله، فدائما يسأل عن قضية مثلا جنائية أو قضية أسرية أو قضية مدنية، أو واحد مثلا سلف واحد شلون يثبت حقه. موضوع إثبات الحقوق يعني وايد يتكرر علينا، الجرائم الإلكترونية، جرائم القذف والسب، يعني أغلب المجالس يعني كل واحد يطرح مشكلة صادته أو صادت أحد يصير له وجريب منه، فيحاول ياخذ الراي القانوني، ياخذ الحل، شلون يتجنب هذه المشاكل مستقبلا. يعني نقدر نقول الاسئله اللي تيك منوعه. منوعه بالضبط. يعني ومتنوع الاشخاص حولك يعني ومتعاملاتهم. نعم. حتى احنا اليوم يمكن عندنا وايد اسئله وكلها متنوعه في المجال القانوني، وبدنا معاكم نعرف اكثر واكثر عن تفاصيل المواد القانونيه بالتحديد، وكل ما يهم الشباب اليوم يمكن في عالم التكنولوجيا او خارج هذا العالم. وانا اشوف يمكن ان المحور الاساسي اليوم التكنولوجيا وما يحدث داخلها من التباسات قانونيه، يمكن الاشخاص ما يعرفون مجرياتها او الى وين ممكن توصلهم. اكيد راح نكمل محور اليوم حول الوعي القانوني، ولكن بعد هذا الفاصل.
هاي دبل لايك. أهلين سيري، تدرين شنو الجديد؟ What do you mean؟ أخذ الأبديت برنامجنا من الأحد إلى الخميس الساعة 5 للساعة 7 على الإذاعة الشبابية وبحرين FM. Amazing. وانتو بعد انتظرونا. Double like. على الرحب والساعة، ما زلنا مستمرين معكم متابعي الأثيرين، أثير الإذاعة الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين FM 93.3. ويا هلا ومرحبا بجميع المنضمين والمستمعين، وأيضا نرحب بأهل اللايف، حياكم الله على حساب راديو بحرين في الانستغرام. وموضوعنا اليوم يونس، نحب نذكر فيه بعض ضيوفنا الكرام الموجودين معنا داخل الاستديو. نتكلم عن الوعي القانوني مع عايشة حسن، وهي محامية، والمحامي عبد الله السليمان، وكذلك ناشطة في المجال القانوني والحقوقي أمين الخنة. يا هلا ومرحبا فيكم مجددا. وأكيد يمكن عندنا محاور كثيرة نبي نتكلم فيها، وأبدي بسؤالي مع عايشة. عايشة دائما الافتتاحية عندك. عايشة، حسب ما هو مذكور حضرتك في فترة من الفترات بدأتي بتأسيس، أو خلينا نقول شريك ومؤسس في حملة معا ضد التنمر. خلينا نتكلم عن هذا المحور، وهو التنمر اللي اليوم نشوفه موجود، وما بتكلم عنه من باب الإساءة، وإنما بتكلم عنه من باب الوعي اللي قد يجهل البعض أحيانا وما يكون عنده الوعي الكافي. يقول لك والله أنا أبديت رأيي، ما تنمرت على هذا الشخص. وعندما تصل المسألة إلى المحاكم أو ترفع بشكل قانوني، نجد أن هذا الشخص متهم فعلا بالتنمر. فأعطينا تعريف كذي مبسط، شو ممكن نفهم التنمر اليوم؟ ببساطة أول شيء هو التنمر في أنواع. إذن ممكن يكون تنمر لفظي، ممكن يكون تنمر بدني. إذن تنمر اللفظي أنا أمثله بالسب والقذف تقريبا. أوكي، يعني الألفاظ اللي تي بمحور السب والقذف، واللفظي اللي هو طبعا غزي البدني. إذن البدني مثل اللي احنا بالعامية نقولها الاطنازة، أن أنا اطنز على دي الشخص، اتنمر عليه على شكله وغيره بهالمعنى، او حتى الطق وغيره، هو ذي البدني بالاصح. انزين انزين، يعني لاحظنا في فتره ان التنمر قاعد يزيد بشكل ملحوظ، اوكي، سواء في السوشيال ميديا او في الطبيعه. في السوشيال ميديا، خلينا على السوشيال ميديا اول شيء، لان نلاحظ القذف وايد. في فرق بين لما اقول حريه الراي والتعبير، وفي فرق لما انا قلت تنمرت على الشخص. حريه الراي والتعبير، انا بودي رايي في مساله، لكن بكل احترام. اوكي، ممكن انتقد، ولكن انتقاد محترم. اوكي، لكن بانتقد احترام يسيء للشخص، زين، بما معنى انا انسب له صفات ماله مو موجوده فيه، او ان اسبه او غيره، هاي انا عده تنمر. نعم، أنا بالنسبة لي ما زلت أنظر للموضوع أحيانا في إنه هو صعب تعريفه، أو إن إحنا نحطه في دائرة مغلقة. شوف إن موضوع التنمر قد يكون متشعب، وما أعرف إذا أمينة ممكن توافقيني الرأي أو تفيدوني في مسألة التنمر. اليوم والله يونس مرات نشوف بالكومنت عند شخصيات مشاهير وحسابات موثقة، والله استنكار على طريقة اللبس ولا طريقة الميكب، هل هذا يعتبر تنمر؟ أنا بقول لك طبعًا هاي يعتبر تنمر، بس خلينا أقول لك واقعته وها بعد صايرة. واحدة من الأمهات قاعد تسولف، كنها في ميلس يعني، فقاعد تقول إن أنا وعلي ولدي كل يوم إيه يصيح من المدرسة. فقاعد يقول لها ليش؟ تقول لا والله يعني تعرفين يعني مشاكل بين الطلبة، يعني بين اليهال، وواحد يطنز عليه ويقول له كيتو كيتو كيت، وشي يعني طبعًا جارح. فأنا قاعد أقول لها لا تأخذين الموضوع بهاي السهالة، اطنازة مشاكل، ما تدرين هاي الشيء إيش كثر بيأثر على هالولد، وترى هاي يعتبر تنمر. أنت من حقك إن تتخذين الإجراءات القانونية، أخذي حق ولدك. في النهاية إذا كل واحد تنمروا عليه أو تنمروا على عياله أو أي أحد من صوبه وسكت وقال لا ما عليه وهاي مشاكل عادية والله كلمات بسيطة، من بيأخذ حقه؟ بصير الموضوع شامل وأكثر ومنتشر أكثر ما هو منتشر حاليا. فأنا دائما أنوه، ترى التنمر يكون لعدة أشكال، ناس ما أنت تفضلتي والأستاذة تفضلت، ولما الواحد يحس أنه فعلا قاعد يتأذى وفي ضرر معنوي أو جسدي، خليه يأخذ حقه.
نعم. عشان هاي الظاهرة توقف. صحيح. نعم. المحامي عبد الله السليماني بنتكلم أيضا عن مجموعة من الجهود التي قدمت في مملكة البحرين من ناحية موضوع التنمر. إحنا شفنا اليوم حملة أطلقت من قبل وزارة شؤون الإعلام والعديد من الجهات الحكومية، واليوم كان لكم دور أيضا مساهم في رفع عملية الوعي. اليوم بماذا أثمرت هذه الحملات؟ هل قلت من وجهة نظرك طبعا؟ باب مفتوح إن الشفافية والصراحة، هل قلت هذه الأعداد اللي كنا نشوفها قبل من ناحية التنمر، سواء اللي نشوفها في السوشيال ميديا ولا برا السوشيال ميديا؟ يعني تقدر تقول يعني غيرت في الوضع، يعني صار في قلة بس صار في وعي أكثر، صار في يعني الناس صارت تعرف بحقوقها، صارت تعرف هذه تنمر، أنا شلون أخذ حقي، شلون أوقف هاي الموضوع عند حده. يعني طالما في سوشيال ميديا وكل واحد عنده تلفون في يده يقدر يتنمر براحته من أي مكان، ولكن الشخص المجني عليه صار عنده وعي، صار يعرف شلون ياخذ حقه. الحملات هذه أسمت بجهد يعني بشكل ملحوظ بجانب الوعي، طالما في وعي وصار في وعي إذن الموضوع راح يوقف يوم من الأيام إن شاء الله، يعني تقل الحالات ويرتفع مستوى الوعي، وهذا كل ما زاد مستوى الوعي الجريمة تقل. يعني لما الجاني يحصل رادع، يحصل ان المجني عليه عرف شلون يتصرف بالطريقه الصحيحه، يلجأ للسلطه المختصه، فهاي يعني راح يؤدي الى يعني تدني الحالات بشكل ملحوظ، وهل نتامل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. يمكن بكلامكم ولما نتعمق، يعني عائشه وامينه وعبد الله، لما نتعمق في القانون بتفاصيله ومواده، وخلنا نقول اختصاص القانون داخل كل بلد وفيما يخص مملكه البحرين، احنا نتكلم عن امور دقيقه. ويمكن يونس قبل شوي قال أنا أحب أقرأ وأطلع في القانون، رغم أن الموضوع ممكن يكون صعب لغير المختص. فهل بالنسبة لك عايشة اليوم تشوفين القانون للأشخاص المختصين، للأشخاص اللي عندهم الشغف والحب لهذا المجال، أم أن وجود مجموعة كبيرة اليوم من الشباب مقبل على دراسة القانون ممكن يسبب لنا خلل إذا هذا الشخص ما عنده الشغف والحب الحقيقي؟ بالعكس، أنا ما أشوف أن يعني لما ما عندي شغف في دراسة القانون مو معناته أن أنا ما بتمكن من فهم القانون زين، وما بتمكن من أن أستخدم الأساليب القانونية. أنت بحد ذاته لما تدرسين القانون راح تحبين القانون بشكل مو طبيعي، لأن راح تدشين في مسائل تتوسعين فيها، تحسين في أمور كانت عالقة في مخك. زين لما بدرس القانون ولا شيء راح وأفهمها بشكل سلس وأسرع. يعني ما أحس أن إذا أنا ما كنت حابة القانون ودشيت القانون معناته أن أنا ممكن ما أحبه. طبعا في الأخير كل واحد والمبدأ اللي في راسه بيكون. يعني إذا أنا مقتنعة بدراستي في القانون حتى وإن ما كان مجالي أو ميولي للقانون ودشيت وتعلمت وقريت، يعني راح أحب القانون. يعني مثال، أنا ما كنت ترى بلجأ للقانون. إنزين يعني أنا خريجة علمي، من علمي دشيت لك حقوق. ما كان في مخي ولا واحد بلمية انه انا بكون محامية في يوم من الايام. بس الحمد لله درست القانون، حبيت القانون، بالعكس يعني حسيت القانون بحر، لو شنو بتعلم منه ما بيوفي بحقه. صحيح. بعد لازم اتعلم واتعلم واتعلم. جميل، عطيتنا دفعة معنوية. في عندي مجال، عندي مجال أكمل قرار. طبعا يمديني الحمد لله رب العالمين. أكيد يمديك. حتى اللي ما بتشتغل في المحاماة أو في أي مجال قانوني، ترى الدراسة القانونية بحد ذاته تسقل الشخصية. صحيح. تشوف أنت تدش شخص وتطلع شخص ثاني. يعني هاي ميزة القانون للأمانة، يعني بعيدا عن الأكاديمية والمعلومات. صحيح. إلى آخره. وإحنا كنا نتكلم عن الرابط أساسا بين المجالين، يعني أمينة ما شاء الله عليها عندها شوية مهارات وأدوات. أيوة. إعلامية، بينما هي أساسا درست القانون، فممكن احنا نقول بين الميول والدراسة والمهنة كلها أشياء تشكل ترى دائما تشوفين في روح مشتركة ترى بين الإعلاميين والحقوقيين. نعم. دبل لايك. دبل لايك. يا مساء الخير عليكم، وأكيد مستمرين معكم في هذه الحلقة من دبل لايك، وتحديدا اليوم نتكلم عن الوعي القانوني ومجموعة اتصالات. يمكن نبي نسمع بعض الأسئلة والاستفسارات من مستمعينا، وناخذ اتصال سالم. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير جميع.
الله يسعد مساك. أهلا وسهلا يا سالم. الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب. يا هلا ومرحبا فيك يا سالم. ومشكورين على هذا الموضوع الطيب الشيق والله. تفضل بسؤالك سالم. طبعا أنا ما عندي لا استفسار ولا شيء، لكن أنا من المتابعين للشباب اللي موجودين، وخصوصا الأخ والعزيز والأستاذ اللي هو الأستاذ عبد الله النوري، عبد الله سليمان، فهو من الأخوة العزيزين علي وله طابع كبير ودافع معنوي كبير في حياتي، فحاب أوجه له سلام من هذه الإذاعة، وأشكركم على استضافته لأنه هو من الناس اللي لهم دافع دائما للناس الموجودين في حياته أو برا في نطاق العمل، يعني دائما لا دافع إيجابي ولا يعني نظرة واستقراء حق الأحداث اللي بتصير. نعم. نعم. طونا هو طالب يعني ما شاء الله الآن هو الآن دكتور في القانون. نعم. فحب وجه التحية وشكرا لكم. نعم. الأخوان والأخوات على الصدفة هذه الطيبة. نعم. وإن شاء الله إحنا يعني. مشكور يا أخوي سالم. دائما كم دائما. مشكور يا أخوي سالم. هالشباب اللي مثلهم هذيلة اللي إن شاء الله بإذن الله يعني مستقبل البحرين إن شاء الله بيدهم. وبيدكم انتم ان شاء الله يدعم عندكم وقواكم الله يا اخوان. شكرا لك ولاتصال. شكرا. ناخذ اتصال حسين، مساك الله بالخير يا حسين. مسيت بنور، السلام عليكم جميعا. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا يا حسين. طاقم القوه وياك والسامعين. سامو تفضل. سلمك الله. حبيت اسلم على الدكتور عبد الله سليمان، وهذا العشم فيه الرجال قبل لا يكون مهامي ولا قبل لا يكون ذا، تراه اخ وعزيز وغالي علي. نعم. عندك سؤال معين لأخ حسين؟ سؤالي بسلامي لكم جميعا وعساكم على القوة. الله يقويك. وحبيت ما عندي أكثر شيء، حبيت أسلم عليكم ومبارك جهودكم جهود الشباب، وبادرة طيبة من ذات البحرين أن تستقبلون جهود الشباب اللي دعموا. واجبنا يا أخوي حسين، واجبنا. الله يعطيك الصحة والعافية وموفقين إن شاء الله بجهود الشباب كلهم، يعطيهم الصحة والعافية. واللي يتابع البرنامج يعني كل يوم، يعني أمس كنا مع يعني شويه مع الاكل، الشباب المختصين في الاكل، وقبلها كنا الافلام بالضبط، يعني كل يوم ننوع اليوم ين حق القانون، وعندنا وايد اسئله يا الرابع يعني في هذه المواضيع كذي. انا ما دشيت وخفت منكم يعني، صكيت تلفوناتي كل شيء عشان بالعكس هندعمكم احنا. شكرت. لا بالعكس يعني، لا بالعكس، اليوم يعني كنا نتكلم قبل شوي يعني تحت الهواء ان في عوامل مشتركه وايد ما بين القانون والاعلام. جدا جدا عوامل مشتركه. نعم. ودام امينه قالت ندعمكم، خلنا نروح لجانب مهم يمكن امينه، ويلفت انتباهنا مؤخرا اذا نشوف حساب لشخص معروف سواء في مجال الاعلام بكافه مجالاته، اذا كان مذيع، اذا كان فنان او غيره، نلقاه حاط في البايو الممثل القانوني فلان الفلاني. على فكرة يعني أنا من الأشخاص اللي أقدر هذه الخطوة، ويمكن إذا بنتكلم على أشخاص آخرين عندهم القدرة أو الجرأة في أنهم يتنمرون أو يبدون رأيهم تجاه هذا الشخص، يكون عندهم الحذر لما يشوفون هذه العبارة موجودة في البايو. هو يمكن يكون رادع، عرفتي؟ نعم. يعني نوعا ما يعطي ستوب حق أي متنمر، ترى إذا أنت محاول أو تبي دوش أكاونت تبي تضايق ولا تتنمر، ولا حتى لو تتنمر حتى على التعليقات اللي تحت البوست، مو شرط على صاحب الحساب نفسه. فهني لا، ممكن يشوف اسم محامي فيوقف. نعم. يتذكر أن ترى الديرة فيها قانون وفيها ناس ممكن تدافع، ونفس ما نقول تحفظ حقوق صاحب الحساب أو حتى متابعينه. نعم. نعم. انا برجع حق سؤال مشترك ما بين عبد الله وما بين ايضا، اول تسمح لي اشكر الاخوان سالم وحسين على هذا الاتصال. استهل. وهذا الاطراء الجميل. هذا من طيب اصلهم، الله يوفقهم ويحفظهم، ووجه لهم تحيه عن طريق برنامجكم. وانت استاهل. الله يسلمك. السؤال المشترك بينكم، يعني اليوم انا بحثت في مجموعه من الفيديوهات ودخلت حتى يوتيوب يعني، فوضحوا لي الصوره، انا مجرد شخص واحد يبحث يعني، ممكن مرت فيديوهات ممكن انا ما شفتها او غفلت عنها. هل هناك عشان نسكر موضوع التنمر، يعني في وايد ناس خلال، انا ممكن سالتك انا شنو اغلب المواضيع كنت ابي ايه على موضوع التنمر، وايضا سؤال مشترك بس نبدي بعايشه ونرجع حق عبد الله. السؤال المشترك، ليش ما نشوف فيديوهات اكثر من الناشطين في هذا المجال ومن المحامين بشكل اكثر، او بشكل دوري او بشكل مدروس او بشكل تعاون مع مجموعه من المحامين في موضوع تبسيط عمليه ان شلون تضحكين
بخلص سؤال ها في شيء اوكي شلون ممكن نوصل حق المتابع العادي بمعنى على السوشيال ميديا الام العوده الولد الصغير اللي في المدرسه اللي في الجامعه او اللي ما عنده حتى حس انه شلون يرد على الاخرين نوضح له شو اللي له وش اللي عليه او حقوقه وواجباته من ناحيه انه حاسب في استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي انا اتكلم عن فئه اكبر من المجتمع تفضلي عائشه زر فضلك زين قلت انا في البدايه ان اغلب المحامين صاروا يلجؤون انهم ينزلون فيديوهات في السوشيال ميديا زين الهدف من الفيديوهات لانه انا اعرف نفسي كمحامي او غيره الهدف ان ترى الناس قاعده تتابعني وانا قاعده اوصلهم معلومه اوكي في ناس زين قاعده تطالع ولاحظ مو بس كذي اتوقع من فتره منظمه الصحه الخليجيه سوت حمله زين عن التحرش نعم. تحرش الأطفال تحرش الأطفال طبعا يدخل في منطوق التنمر وبشكل عود زين في وايد جهات تستخدم السوشيال ميديا تنزل فيديوهات في قنوات على اليوتيوب بعد متخصصة بهالشيء هذه شفتهم أمس إيه زين يعني أنا أتوقع الحين إحنا في الوقت الراهن يعني من السهل إن أنا أحصل المعلومة شلون أنا أحمي نفسي أوكي شلون أنا يعني شو الطرق اللي أسلكها وين الأماكن اللي أروحها حق أغلها بغض بلغات وغيره إنزين فيعني أو على سبيل المثال أنا كمحامية عندي أكاونت في إنستغرام إيوني يسألوني ترى أنا رد على الأوادم أوكي يعني كشكل مبسط يعني أنت ما عندي تكلفة استشارة أروح أو غيره أو غيره ترى إحنا الحين كمحامين بالعكس صرنا نتعاون مع الناس وصرنا نقدم الاستشارات ترى يعني كسؤال بسيط أنت بتي بتسألني أنا شو أسوي ولدي متعرض حق كذا وكذي أنا بجاوبك فيعني في طرق وايد الحين صارت تقدر تلجأ لها خاصة في السوشيال ميديا يعني ما لك عذر ما لك عذر بالضبط نعم وقالت يمكن عايشة أن بسهولة اليوم الواحد يقدر يحمي نفسه ويوصل للمعلومة ويمكن هذا عبد الله سهولة المصادر اليوم اللي الواحد ممكن يلجأ لها حتى ياخذ المعلومة القانونية الصحيحة تخليكم في دائرة ضيقة في اختيار المحاور أو المواضيع اللي ممكن تعرضونها كفيديوهات عن طريق السوشيال ميديا يعني الناس اليوم عندها فكرة ده فكرة عن أشياء كثيرة إذا شنو نوع المواضيع اللي إحنا ممكن نختارها حتى نرفع من سقف الوعي القانوني لدى خلنا نقول الأفراد أو عامة الشعب في مملكة البحرين المواضيع دائما تكون يعني من الواقع الملموس يعني المحامي لازم يكون لا يعني مش يعني مكتبة وفي المحكمة لازم يعني ينزل الشارع يحضر مؤتمرات ندوات مجالس الأهل المواضيع اللي تكون تطرح يعني نفس موضوع التنمر موضوع جدا مهم ويعني تعقيبا على السؤال وإضافة لكلام أختي عايشة أنا أحس أنه مش يعني على المحامي بس أنه يوعي أو القانوني هو شراكة ممكن الأهل ما يشوفون الانستغرام أو ما يشوفون الفيديوهات اللي يعني ما توصل للكل فهي لازم تكون شراكة بين الأهل والمدرسة والقانونيين خصوصا الأطفال يعني في سن الابتدائي يمكن صعوبة أن يفهم فيديو قانوني دقيقة أو دقيقتين صحيح. لازم أنت تروح له يعني تعطيه المعلومة بشكل مبسط رسومات يعني ممكن مسرحية صغيرة أو فيديو بعض نشطاء السوشيال ميديا عالجوا فيديوهات عن التنمر بطريقة مبسطة فالقانوني لأنه يمكن ما يقدر يعني يسوي اللي يسوي مثلا مشهور السوشيال ميديا دائما المحامي لازم يحتفظ شوي وبقارة شوي لابد وقار لأنه هو يعني شخص مكان. قانوني ولكن ممكن بالشراكة بين الأهل والمدرسة أو ممكن حتى نشطاء السوشيال ميديا أن نوصل للضحايا أو اللي ما صاروا ضحايا إلى الآن خصوصا الطلبة في السن الابتدائي أو إعدادي إحنا لازم نوصل لهم وأنا أقترح أن مثلا تكون في ندوات أو في مواد قانونية مبسطة تعطى للابتدائي مثلا أو الإعدادي على أساس يكون أو نقول شراكة ما بين المحاميين أو حتى الناشطين في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم هناك حصص خلنا نقول شهرية وليس أسبوعية شهرية تقدم إلى مجموعة من الطلبة سواء في المراحل الابتدائية الإعدادية الثانوية فبالتالي ممكن إحنا ننمي مستوى الوعي من عندهم بمختلف الأدوات مثل ما تفضلت بالرسم بالفيديو بالأشياء البسيطة ونوصلها ممكن يعني ساعة في الأسبوع يعني تكون يعني في عندنا حصص أنشطة نعم. وفراغ ممكن نستغلها نعم. جميل نعم. إذا تسمح لي بس هو مو بس المشكلة في أن يعني أنا شلون بحمي نفسي أو شنو بولدي أو غيره أنا أحس أن الأساس لازم يطلع من الأسرة نعم. دوري كأم
وأبو أنا وعي طفلي شنو لازم أسوي، مو بخلي يستحي يقول لي زين. لازم أعلم على أنه ما في أسرار بيني وبينك، الشيء اللي يصير لك تي تقول لي إياه. وعلى فكرة ترى التنمر مو بس صوب الأطفال، ترى في شيء اسمه تنمر وظيفي بعد. نعم ويمكن هذه مسألة الشراكة، خلنا نقول في رفع مستوى الوعي أو المصارحة المطلوبة والانفتاح اللي خلنا نقول يساعد الطفل في أنه يكون هو واعي كفاية، أو حتى الفرد الكبير يكون واعي كفاية. أنا بنتكلم فيه بعد شوية، ولكن نطلع معاكم في هذه الفقرة من دايركت مسج ونرجع نكمل حلقة اليوم من دبل لايك، الوعي القانوني. دايركت مسج. أعشق كل ما يتعلق بالجمال الداخلي والخارجي، التعليم والتدريب والمرأة. هذه الأشياء تلهمني في الحياة. سعيدة جدا بأن أشتغل في مجال يجمع كل هالمواصفات لأول مرة. معكم حوراء العرادي، الماركتينج مانجر لأول مركز تدريبي في البحرين متخصص في التجميل الدولي. أنا بالنسبة لي الجمال الداخلي هو الأهم وهو الجوهر الحقيقي. في هذا الزمن صار أن احنا نصير أجمل من الخارج شيء سهل وبسيط وممكن أن يتحصل بالعناية، لكن الشيء الحقيقي هو الجوهر الداخلي. مقومات الجمال بالنسبة لي يعتمد على رؤية الشخص وبالنهاية قيمه. احنا قيمنا اللي تحدد شلون نطالع الأمور. فمثلا بالنسبة لي أنا حوراء، مقومات الجمال تبتدي بالشخصية، بالعقلية، بالفكر، أيضا العناية الخارجية مهمة. اعتماديات الدولية وتوفير شهادات في العناية بالبشرة والتجميل الاحترافي ما كانت موجودة سابقا. أنا بالنسبة لي الثقة بالنفس مفهومها شوي مختلف. بالنسبة لي هي رحلة تبدي مع الشخص نفسه، أنه هو إش كثر يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبركز شوي على نقاط الضعف أنه يتقبل نقاط ضعفه، يعني يكون في حالة صلح مع نقاط ضعفه ويطورهم. هذه واحدة. الشيء الثاني بعد بالنسبة للثقة بالنفس، أن أي حدث في حياتنا يصير سواء كان سلبي أو إيجابي في رسالة، ناخذ هذه الرسالة وننطلق، ما نوقف عندها. في أي محطة في حياتي إذا أكون قريبة من رسالتي في الحياة وأقدر أخدم فيها الناس أشوف نفسي ناجحة. أكيد في كل مجال فيها هبات وترندز، هم في مجال التجميل في هذا الشيء بعض الهبات تكون جميلة وبعض الهبات مختلفة، والجمال في الاختلاف. لفترة طويلة كنت أتخوف وأتردد أني أظهر شخصيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس القريبة مني دائما كانوا يشجعوني أن حوراء شوي دخلي شخصيتك في إنستغرامك. فللأمانة هم اللي شجعوني وتحسفت أنه ليش ما سويت هاي شيء من قبل. بالنسبة لي المحتوى الجيد اللي أنا أحب أتابع أنه يكون إنسبايرينج ويفتح لي أفاق جديدة وفي نفس الوقت يكون فون تو واتش. أنا مؤمنة بأن لكل إنسان رسالة في هاي الحياة، والجمال في أن احنا نحصل هذه الرسالة. كنت معاكم حوراء العرادي في فقرة دايركت مسج. يا هلا ومرحبا وحياكم الله مستمعي الأثيرين، أثير الإذاعة الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين FM 93.3. نرحب أيضا بضيوفنا الكرام، نرحب بعائشة حسن وأمين الخنة وعبد الله السليماني. يا هلا ومرحبا وحياكم الله. بنأخر محور على محور ونبدي محور السوشيال ميديا، ونبتدي معاك أمينة نتكلم أكثر عن لك وعليك، ونتكلم أيضا مع ضيوفنا الكرام جوانبكم أيضا وإثراءكم للعديد من المحتويات أو العديد من المحتوى القانوني في السوشيال ميديا. أبى أتكلم أكثر عن لك وعليك، وليش اخترتي مجموعة من المواضيع، وليش اخترت لك وعليك. مثلا مو حقوقك وواجباتك مثلا، هذا هو حقك وواجبك. ايه فاللي لك ولا عليك، عرفت؟ رصدتيها. اي يعني فيها شوية نفس ما نقول عنصر جذب، لك وعليك، لك حقوق وعليك واجبات. اما بالنسبة حق قصة البرنامج ف توني متكلمة فيها يعني، لا بنش في التفاصيل أكثر. أنت مثلا ليش اللي جاءتي حق السوشيال ميديا ذيك الفترة؟ يعني أنت بليت فيه من فترة طبعا السوشيال ميديا حين يعتبر وسيلة توصل فيها
اللي ترغب فيه في أي مجال، في أي مجال كنت فيه، المعلومة اللي أنت حاب توصلها. وحاليا نفس ما إحنا قاعد نشوف أن أغلب المحامين أو عدد كبير من المحامين قاعدين ينشئون حسابات في السوشيال ميديا ويحاولون يطرحون مواضيع قانونية تمس المجتمع. وهاي الشيء طبعا يعني أنا بالنسبة لي فخر. ليش؟ لأن مهما تعددنا ومهما كثرنا ناس ما نقول الطرق مختلفة، لكن الهدف واحد وهي التوعية القانونية. أيضا لجانب هاي الشيء، ليش المحامين حاليا قاعدين يتجهون للسوشيال ميديا؟ لأن بالنسبة لهم نفس ما نقول طريقة للإعلان، وهذا الشيء مو بغلط. وليش قاعدين يعلنون؟ قبل إحنا لما يكون عندنا قضية أو أي أحد يكون عنده قضية، يعرف المحامي بالسمعة، والسمعة أتي تراكمية مع الخبرة، والخبرة تحتاج شنو؟ تحتاج وقت. لكن حاليا اللي قاعد يصير، يعني مع احترامي الشديد لكل المكاتب ولكل المحامين، لكن للأسف إن في بعض مكاتب المحاماة ما تعطي بعض المحامين حقوقها كاملة. نتكلم عن يعني عن الحقوق المادية مثلا. أوكي، فيضطر المحامي بعد سنة وسنتين وثلاث سنين إنه هو يكون لنفسه مكتب محاماة بحيث إنه هو يأخذ حقوقه كاملة. ليش أنا أخذ مبلغ بسيط على تعب روحة وردة ومن الصبح لين الليل، وفي نفس الوقت أنا أقدر إنه أنا أخذ المبلغ كامل لي وأفيد فيه ناس تحتي؟ فعلى هاي الأساس تشوف أغلب المحامين حاليا يفتحون لهم مكاتب ويبتدون يعلنون عن نفسهم بطريقة أسرع في السوشيال ميديا. طبعا هاي الشيء أنا بالنسبة لي للأمانة ظاهرة سلبية، مو عشان شيء، طبعا الكل على العين وعلى الرأس، لكن إذا كثرت مكاتب المحاماة وتكون الخبرة الوقتية قليلة، خصوصا أن احنا الخبرة القانونية عندنا ترى تراكمية أتي مع الوقت، والقانون كل يوم يتجدد، فأنت تحتاج أشخاص معاك يعونونك وبحاجة إلى ممارسة إلى ممارسة عليك نور. فأنا بالنسبة لي كثرة المكاتب نوعا ما ظاهرة سلبية بسبب بعض مكاتب المحاماة اللي مو قاعدة تعطي المحاميين حقوقهم. يعني هي كثرة المكاتب، وبرأيي من جانب آخر نقدر نقول اختيار الميديا، وأعرف إذا عبد الله ممكن توافقنا الرأي أو تعقب على كلام أمينة في هذا الموضوع. إحنا لما نتكلم عن كثرة المكاتب ومع ذلك المحامي نفسه، المحامي الشاب قد يعاني من أمور تقلل من فرص وجوده داخل هذه المكاتب الاستشارية، فيختار الميديا كخط يمارس من خلاله هذه المهنة. لا، الميديا ما يقدر يمارس فيها المهنة يعني، ولكن هي وسيلة لنشر الوعي للتعريف بنفسه. ولكن المكاتب يعني تعقيبا على كلام الأخت أمينة، مش شرط أنه بس ما يأخذ حقوق المالية، ممكن لأن في صفة في المحامي هو لازم يكون مستقل. صح. أنا لما أشتغل تحت مكتب أنا مجبر أترافع في كل القضايا، يمكن أقدر أعترض يعني حدود اعتراضي يعني مش وسيعة، يعني ما أقدر أعترض مثلا قضية مثلا أنا تنافي مبادئ، تنافي أخلاق، تنافي الدين، أنا ما أقدر أعترض، أو أعترض سبب حساسية مع الوقت تصير مشاكل. فأنا محامي مستقل، وهي إحدى الأشياء اللي خلتني أنا أستقل في مكتب، إن أنا كمحامي مستقل بشخصي، أحس من حقي أنا يكون لي مكتب، من حقي أكون متميز، من حقي أثبت وجودي، من حقي أقبل قضايا أرفضها، من حقي أساعد الناس يعني في الموضوع الأتعاب والمواضيع المالية. أن يعطيني حرية، أن مثلا أن جانب الوعي، جانب المشاركات الاجتماعية، مؤتمرات، ندوات وما إلى ذلك. فالسوشيال ميديا يعني مش يعني وسيلة لممارسة المهنة، هي مثلا إضافة يعني أن يساهم باللي قاعد يشوفه. مثلا إحنا لما صرت أتكلم في الفيديوهات أتكلم عن أمور ملموسة، يعني مثلا معلومة بسيطة لو الشخص عرفها ممكن ما يدش في مشكلة. آخر موضوع تكلمت عنه مثلا موضوع التحويلات البنكية، البنفت بي، الكل يحول مبالغ الآن. أنا أقدر أنكر التحويل اللي حولته لي، أقول ما حولته علشان ذي السبب. ف جزئية بسيطة أن كل شخص أي تحويل مالي أذكر فيه السبب. فأنا شفتها مع السوشيال ميديا، مع شو اسمه البنفت بي أو التحويلات البنكية، الكل يحول مبالغ بدون ما يذكر السبب. حاولت تبينها أنت بالضبط أن ذكر السبب جدا مهم جدا. صح، الشخص ما راح يقدر ينكر التحويل، ستيتمنت من البنك خلاص، ولكن شنو سبب التحويل؟ ممكن الشخص يتلاعب. وعيتنا بعد واحد من الرابع بعد يقول لي حول لي حق كوفي
لا كوفي نتكلم عن المئات والآلاف يعني بعد يرفع عليه قضية مبالغ بسيطة دينار 450 لا استاذ ما ترفضها شوي قضية تافهة اشغل محاكم احنا بنرجع وبنرجع حق التحوير الذكي من أمينة حق السؤال اللي انا سألته عشان تفتح محور جديد هو كان المحور الأخير وحاجة ان نرجع بعد مرة ثانية حق سؤال عبد الله ابي اعطي عائشة ايضا مجال عشان تعلق على هذه النقطة ونرجع لكم بعد فقرة شير مع طلال السردي شير مع طلال السردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا نعرف الطريقة العادية عشان تعرف آراء الزبائن طرش لهم استبيان هذا على طريق مثلا جوجل فورم ولا جوجل شيت أو حتى تبعث لهم رابط عن طريق الموقع الإلكتروني مالك لكن الطريقة الجديدة والممتازة هي عن طريق خدمة اسمها جوجل سيرفي موقع جوجل سيرفي يعطيك مميزات كثيرة تقدر تعرف آراء الزبائن حتى الناس العادية عن موضوع معين الطريقة العادية أنت تروح تنشر رابط الاستبيان أما في جوجل سيرفي لا انت تروح تحدد الفئة المستهدفة وتقول حق جوجل والله مثلا انا بعرف اراء الزبائن مثلا عن منتج معين مثلا انا شركة تأمين بعرف اراء الزبائن مثلا عن تأمين المباني ضد الحريق فروح يا جوجل ود هذا الاستبيان حق الناس المهتمة في هذا الموضوع تسوي بوليصة التأمين الناس الموجودة مثلا من عمر 25 سنة لعمر 55 سنة مثلا هذه الاسئلة ودها حق النساء بس وهذه النوعية من الأسئلة ودها حق الرجال ففي وايد تصنيف وايد سيجمنتيشن في هذه الخدمة تعطيك 90% نسبة صحيحة من المستخدمين هذه الخدمة غير مجانية لكن تكلفتها قليلة لكن بترفع لك جودة الاستبيان بطريقة عالية هذا بكل بساطة فرق بين الاستبيان العادي والاستبيان عن طريق خدمة جوجل سيرفي دبل لايك ايوه دبل لايك رجعنا نكمل معكم هذه الحلقة من دبل لايك وضيوفنا اللي منورينا داخل الاستديو المحامية عائشة حسن والمحامي عبد الله السليمان والناشطة في المجال القانوني أمينة الخنة ويمكن عائشة أروح بسؤالي لك بما أن سمعنا رأي أمينة وعبد الله في هذا الموضوع وكنا نتكلم ما بين المهنة اليوم اللي ممكن يمارسها القانوني ووجوده داخل الميديا في عرض المعلومة والحصيلة العلمية القانونية اللي ممكن يمتلكها وين تشوفي القوة في أي الجانبين وليش أساساً المحامي يلجأ إلى الميديا أوكي طبعاً قوتي هي في المحاكم في مكتبي نعم. أنا كمحامي أنا ألجأ للسوشيال ميديا فقط لتوضيح فكرة القانون أو فكرة وقعة حق العامة صح. ولكن ما ألقى أنا قوتي في السوشيال ميديا أنا ما أسس نفسي على السوشيال ميديا أنا أسس نفسي على تعبي في المحاكم على شغلي في قضاياي الناس بتعرفني من شغلي من قضاياي مو من فيديو أنا أنزل في السوشيال ميديا هاي رسالة أنا أوصلها حق العامة ولكن شغلي هو اللي يمثلني ويبين المحامي شغله صح ولا مو بصح مليون بالمئة يا سلام نعم صحيح احنا يمكن في هذا المحور قبل شوي دار يعني حوار كذي خلينا نقول سريع تتعدد الاراء يمكن يونس في مساله الماده اللي ممكن تقدم عن طريق الميديا والفرص الضعيفه خلينا نقول نوعا ما وبصراحه اللي يلقاها الشاب القانوني اليوم في مجاله من قبل مكاتب لمستشارين قانونيين كبار ولهم باع ولهم خبره طويله فاحنا نامل من خلال طرح هذا الموضوع بشكل شبابي اليوم في ان احنا نبتدي نرفع السقف المادي نرفع الفرص بالنسبه للشاب البحريني القانوني في هذا المجال وسال الله يوفق الجميع ان شاء الله امين بقى لي تقريبا 3 دقائق بنختم معاكم كذي بكلمه ختاميه عبد الله كلمه ختاميه رؤيه معينه عندك هاجس معين 2021 رساله توجهها من خلال القانون او من خلال معطى القانون الى مجموعه من الشباب اللي يسمعونا
طبعا أمنية أنا أتمنى مثلا أن الوعي القانوني يكون منتشر، وأتمنى من المحامين أن يساهمون بهذا الجزء، ولو اللي ما يقدر يدش السوشيال ميديا عنده وسائل أخرى، عند الصحافة، عند المجالس، عند الندوات. يعني الوعي القانوني جدا مهم، احنا صرنا نتنفس بالقانون، تعاملاتنا القانونية يعني بشكل يومي يمكن ما نشعر فيها. صحيح. الوعي القانوني جدا مهم، المحامين لهم دور، زكاة العلم تعليم. صحيح. انت عندك علم، عندك معلومة، وصلها للكل، لا تبخل عليها. احنا مثلا انا الفيديوهات اللي اطرحها مثلا دائما في قضية مثلا مرت علي او جزئية مهمة ممكن اليوم انت تسمعها اخو يونس بس مو مهمة لك مثلا، ولكن بعدين تتذكرها، تتذكر ان الشيء الفلاني اذكر محامي قال كذي، فانا لازم اسوي التزم بالمعلومة بالنصيحة. ممكن المعلومة القانونية مو مهمة لك، ولكن بعد شهر شهرين سنة سنتين راح تصير بحادثة مشابهة. فأتمنى أن الوعي القانوني ينتشر، وأن المحامين يكون لهم دور كبير في هذا الشيء. تواجدكم إن شاء الله. أكيد في الختام عايشة، بودنا أن احنا نسمع منك اليوم شنو نقدر نقول للشباب في المحاور اللي خلنا نقول مهمة، أو المواد اللي شوفينها تشكل أهمية، المسائل القانونية اللي واجهتيها بكثرة، شلون اليوم ممكن نرفع سقف الوعي بالنسبة للشباب البحريني فيها؟ أوكي، بالنسبة حق الوعي أنا أقول لكم لا تتعذرون أن أنا ما أعرف، أنا ما أدري، لأن المجال مفتوح قدام الكل الحين صار. زين، السوشيال ميديا ما تقصر، غير عن السوشيال ميديا تقدر تسأل، اللي يسأل ما يضيع. نعم. اسأل وتعلم، لا تمر في شيء زين وتتخوف وتسكت. نعم. وتقول أنا اسمي وسمعتي وما بينفضح، في وسائل تحميك. نعم. الوسائل تروح فيها تلجأ لها ما يطلع اسمك فيها. نعم. خاصة بعد الحين أكون في قرارات جديدة استحدثت. صحيح. زين، فيعني لا تخلي عذر يعني خليك ما تأخذ حقك. نعم. بس أنا بوصلح. مالك عذر فعلا. أمينة، نختم معك. طبعا ما أزيد على كلام الأساتذة، ما خلوا يعني ما شاء الله عليهم كفوا ووفوا، ونفس ما دائما نقول كل ما زادت التوعية كل ما قل عدد الجريمة، وطبعا هاي الشيء مسؤولية قدام الكل، الكبير والصغير. صحيح. الجهات الرسمية، العاتق مو بس على المحامين، فهذه نفس ما نقول مسؤولية مجتمعية على الكل، والكل. نعم. لازم يحط يده. نعم. ويعطيكم العافية وما قصرتوا على هالاستضافة الطيبة. وإحنا نشكر تواجدكم معنا، وشكرا لقبول هذه الدعوة. استمتعنا بحلقة اليوم من برنامج دبل لايك، وكان موضوعنا الوعي القانوني. شكرا لضيوفنا الكرام، المحامية عائشة حسن والمحامي عبد الله سليمان الناشطة في المجال القانوني أمينة الخنا. شكرا لكم، كذي وصلنا إلى الختام، في أمان الله. السلامة.